مشاعر الحزن والألم يعني تعصف بكل الشرفاء والوطنيين اللي شاهدوا واحدة من الصور البائسة، صور المؤلمة لأكبر مؤسسة تشريعية في البلد، وهي تتحول بفعل فاعل وبصورة متعمدة إلى صراع ديكة للأسف الشديد. هذا الصراع اللي حصل وما جرى يوم أمس لا يمثل بكل تأكيد ثقافة العراقيين، لا يمثل أريحية عمليتهم السياسية اللي قدموا من أجلها الدماء والتضحيات كل هذه الفترة. وهذه العملية السياسية اللي تبانينا عليها من 2003 إلى اليوم سحقت بأقدام أنصاف المتعلمين ومن يقول عن نفسه أنه ممثل لأبناء شعبه، أصبحت الأمور يعني تنساق وراء الأمزجة والأهواء، وراء اللهث والركض والهرولة، وراء المنافع والمغامرة للأسف الشديد.